حقيقة بالنسبة إلى هذه التسريبات أنا لا أقول إنها غير واقعية، ولكن أقول السياق الذي طرحت به ليست كما هو السياق المقصود من إصدارها. على سبيل المثال، يعني حينما نتحدث عن إلغاء قانون الانتخابات، المقصود هنا أنه هذا القانون ثبتت عليه عدد من الإشكاليات، والكل يتفق على هذه الإشكاليات، من جملتها إشكالية ترسيخ الحالة المناطقية، من جملتها إشكالية يعني ضياع الأصوات بالنسبة إلى القوائم وإلى الكتل، وبالتالي تقوية ورفع سقوف الكتل والتنظيمات السياسية المنظمة أو ذات التنظيمات الحديدية. من جملة الإشكاليات أيضا على هذا القانون أن هذا القانون لا يتناسب مع طبيعة المجتمع العراقي ومع طبيعة تكوين المجتمع العراقي. هذا بالنسبة إلى قانون الانتخابات. هذا الكلام ليش ما صار هذا الاعتراض عليه دكتور محمد معذرة قبل الانتخابات؟ ليش صار الآن كل هذا النوع من أشكال الاعتراض؟ نعم 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 نعم، هسه أجيك بهذه التفصيلة. حقيقة قبل الانتخابات وقبل تشريع وقبل اقتراح هذا القانون كان عندنا ملاحظات على هذا القانون، والملاحظات هي ذاتها الملاحظات التي أتحدث بها الآن أمامك وأمام المشاهدين. لكن ما حدث في وقتها كما تعلم كان أكو ضغط شعبي من جهة، ومن جهة أخرى كان أكو قوة سياسية لديها ماكينات إعلامية عملت على تسويق هذا القانون كأنه مطالبة من قبل الشعب العراقي وكأنه رغبة الشعب العراقي. حقيقة لذلك كانت الخيارات غير متاحة وسط هذه الضغوط. كذلك يعني أكو أجواء عامة صارت، وأكو قوة سياسية معينة استطاعت إقناع مساحات شعبية كبيرة بهذا القانون.